متابعي يوم السبت في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. النهارده معانا صوت يمكن من اجمل الاصوات اللي احنا قابلناها في قراءه القران الكريم، وهي الطفله سلمى. سلمى بنت مركز القوصيه من محافظه اسيوط. النهارده هنلتقي بيها وهنعرف حفظها القران الكريم، وهنعرف كمان حفظت كم جزء، وهذا الصوت العذب اللي ان شاء الله باذن الله هنستمع من خلالها لبعض ايات القران الكريم. سلمى احنا بنرحب بيكي في البدايه. نعرف سلمى مين؟ عايزين نتعرف عليكي. سلمى ايه؟ سلمى عادل. سلمى عادل. اللي احنا اللي جنبيكي طبعا الساده المشاهدين هو باباها اللي بيشرف على تعليمها وعلى يعني حفظها للقران الكريم. سلمى لو احنا عايزين نسمع منك حاجه كده في البدايه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستفتح لقائنا بصوتك الجميل ده، سمعينا ايه؟ اتفضل يا سلمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله صوتك جميل. صدق الله العظيم. والد سلمى خلينا نتعرف على حضرتك. أنا عارفر محمود، شغال في فتش من الإدارة العامة لمدينة أسيوط، مركز القوصية قرية بوخ محافظة أسيوط. أنا سمعت إن هي أو أنت قلت لي قبل التسجيل إنها اتكرمت من الشيخ محمود الشحات أنور نظرا لجمال صوتها وقراءتها للقرآن الكريم، ده كان في إيه؟ ده والله كان في مسابقة كان عاملاها الجمعية اللي فيها سلمى، وكانت بتشرف عليها جمعية في إحدى جمعيات في المدينة. معاها إيه إخوات تاني؟ معاها محمد ونورهان. لكن يعني هي بس اللي من ذوي القدرات الخاصة. تمام. المفروض كده يعني دراسيا هي في سنة كام؟ تالتة أزهر ورايحة رابعة. إن شاء الله. حافظة كم جزء من القرآن؟ أتمت السابع يعني في التامن حاليا. انت قلت لي كمان انت ما اكتفتش بفكره يعني حفظ القران الكريم، ايضا بتحاول انها تتعلم عن طريق برايل وتحفظ القران عن طريق برايل. تمام. ده مين اللي بيشرف على هذا الامر؟ والله هو في مدرسه برايل في اسيوط، فالاستاذه نوال يعني ربنا يبارك فيها، هي تبنت فكره ان انا ممكن نظرا لبعد المسافه بين اسيوط نفسها وبين مركز قوصيه، فقالت لي ممكن تجيبها لي كل يوم سبت. ماشي. وهي تولت موضوع تعليمها الكمبيوتر وطريقه برايل. تمام. يعني كويسه خالص، هي بتكتب على الكمبيوتر بفضل الله اسمه بفضل الاستاذ نوال. سلمى يعني صوتك الجميل ده خلينا ان احنا عايزين نسمع منك حاجه تانية يعني من ايات القران الكريم، سمعنا ايه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سلمى احنا بنشكرك وبنشكر بابا، وبنتمنى لك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والنجاح، واحنا بنشكر حضرتك اعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. تحياتي لحضراتكم، وكان معكم هيثم البدري من محافظة أسيوط.